نحمل احمل يا اولاد لعنكم الله لعنكم الله الله يعلم وين بدنا نروح. والله رايحين للمجهول للمجهول رايحين حسبنا الله ونعم الوكيل. خذ يا سيدي ودي ودي يا سيدي ودي. يا الله يا الله فرجها علينا يا رب يا رب فرجها علينا حسبنا الله ونعم الوكيل. احمد هذه النزله الثالثه ولا الرابعه انا عارف والله ما احنا عارفين وين بدنا نروح. بيتنا مهدم وانضرب واحنا كمان مش عقد. انا كمان بناتي عندي واولادي عندي يعني احنا حوالي بيجي 8 عيال 9 عيال في هذا الدار. طب هل قد اجانا مكان اخلو؟ طب بدنا وين نروح؟ بدنا نضطر نطلع من هذا البيت اللي كان مأوينا بالقدر بقدر المستطاع. بدنا نروح لبيت ثاني او مش لبيت يا ريت بيت ثاني. بدنا نروح يمين على وجوهنا نشوف لنا خيمه نشوف لنا مكان على مواصل البحر وربنا يجيب لي فيه الخير. حسبنا الله ونعم. اخ انا قادر رايح على المجهول مش عارف ايش بدي الاقي قدامي. بدي الاقي مكان بدي الاقي مكان بدي والله ما انا عارف ولا شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. وهي عندنا اطفال 7 احنا حوالي بقول لك 8 اسر او 9 اسر يمكن فينا اطفال وصغار وكبار. والله ما احنا عارفين وين بدنا نروح والله ما احنا عارفين وين بنروح. عايشين في رعب ورعب وخوف والله. هذه الدنيا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه والله قديم هذه فيها فيش هناك مين قال لك ولا مكان في قطاع غزه يعني غزه اللي عملوا عمايلهم برجعوا لها كل مده برجعوا لها وبقصوا فيها. فيش مكان امن فيش مكان امن في القطاع كله الا الامن بالله سبحانه وتعالى. خشب لا في غاز ولا في حاجه نولع فيها. هذه النزحه الرابعه يعني بيوتنا اتدمرت في غزه. احنا دارنا هددوها يعني انقصفت طلعنا من غزه على خان يونس. من بعد خان يونس طلعنا هددوا خان يونس طلعنا على رفح. قعدنا نظفنا في الدار هنا قريبنا قعدنا نظفنا يعني مكان وقعدنا فيه. هذه النزحه الثالثه تقريبا من مش عارفين وين نروح. ما ضلش فيها رفح حاجة إلا القاعدة. وين يعني ما فيش إلا غير المواصي غير هيك ما فيش. ما فيش يعني لا قاعدة ولا حاجة. دمروا البلد الشرقية كلها ما خلوا فيها أي حاجة. كم هجرة صرت في هجرة؟ هذه الثالثة. هذه الثالثة من غزة لرفح للدير للمغازل. وين ما نروح بقول اطلع. يعني هنا قاعدين في المدرسة عن جامعة علي واطلع من المدرسة. لا مناطق آمنة في غزة. القصف بكشف زيف كذبهم عن المناطق الآمنة. لا مناطق آمنة. Oh,